حقيقي. فلما حتى كمان معانا الصورة لو نجيبها يوم ما كان هو صاحب ضربة البداية، فلا العلاقة دايما على هي تواصل علاقة النادي دائم. الأهلي بالمناسبة، بس عشان ما حدش ياخدنا ل 100 حتة، بالمناسبة يعني مثلا الناس بتقول لك علاقة الأهلي بالإسماعيلي مش عارف إيه، صح؟ إطلاق. من كان الشاهد الأول على قران أو على عقد قران بنت الكابتن عماد سليمان؟ كابتن الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. فعلاقة النادي الأهلي، وكابتن محمود بيمثل النادي الأهلي بالمناسبة يعني، فعلاقة النادي الأهلي مع جميع الأندية، مع جميع الأندية هي علاقة جيدة جدا، باستثناء يعني اللي هيغلط فيها هغلط فيه، ما هو يعني ما حدش هيسكت. فهي العلاقة دايما علاقة وطيدة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة الاتحاد. وكمان خلينا نتكلم برضو على موقف جمهور النادي الأهلي العظيم في يوم اتفضل. المباراة. دي لقطة لما كابتن الخطيب راح وافتتح ضربة البداية، كان مأوية نادي الاتحاد السكندري قدام سبورتنج لشبونة. حقيقي. فالعلاقات دايما مستمرة. والحاجة التانية جمهور النادي الأهلي والموقف اللي عمله في المباراة بتاعت السلة، إن هو أول من أسعف جمهور النادي الأهلي وجمهور ولاعيبة النادي الأهلي، هم أول من أسعفوا جماهير الاتحاد السكندري. ودي الرياضة. الرياضة مش إن أنا إحنا بنتنافس جوه الملعب، اللي يكسب يكسب خلاص، لكن إحنا كلنا يعتبر إخوات، كلنا أسرة واحدة. وده الهدف الأساسي في الرياضة. الرياضة إن إحنا كلنا نبقى في المواقف الصعبة، والحاجات دي بتجمعنا دايما. فبصراحة تحية لجمهور الأهلي، تحية لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي دايما يعني، وتحية برضو لمجلس اتحاد، تحية لمجلس إدارة الاتحاد السكندري برضو. وبرضو شفنا كابتن الخطيب في الزيارة يوم المشجع المصاب في المستشفى مع دكتور محمد شوقي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، كانوا موجودين في زيارة العضو ده. وبرضو تحية طبعا نائب مجلس الإدارة أستاذ عمرو فاروق وخالد مهندس خالد مرتجي على وقوفهم وجودهم برضو يوم المباراة، وراحوا زاروا في الاتحاد. أدي قدامنا برضو الصورة مع دكتور محمد شوقي وراحوا زاروا. فده الهدف الأساسي من الرياضة. حقيقي. الرياضة مش تعصب، سمو. الرياضة مش إن أنا أغلط أو إن أنا أتكلم، لا، ده الرياضة يا جماعة. اللي إحنا شايفينه ده معنى الرياضة. مش لما الحاجة مشجع تانية. مش الحاجة تانية، مش إن أنا أقعد أغلط وأشتم، لا، ده مش دي الرياضة. مش إن أنا أخوف الناس، الرياضة رسالة. إن أنا زي ما أنا شايف كده مشجع اتصاب عندي من الاتحاد السكندري، من الجمهور المنافس اللي الفريق اللي أنا كنت بلاعبه، أول واحد زاره كان رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، فتحية للنادي الأهلي ومجلس إدارته. كريم. طبعا كابتن اسلام اكيد موقف يعني معتاد من النادي الاهلي انه بيرسي الامور الشخصيه والامور الانسانيه اكتر من الامور الرياضيه. اكيد طبعا نادي الاتحاد وكل شايف المباراه، نادي الاتحاد اوريدي كان متقدم في نتيجه بفارق كبير، وكان فكره فوزه باللقب قاب قوسين او ادنى من يعني كانت قريبه جدا يعني. النادي الاهلي كان ما ده اللي انا قلته، قلت انا مش فارق. نعم، وبالتالي لكن احنا الفكره ما بنتكلمش على حته ان مين يكسب مين ما يكسبش. يعني كان سهل جدا النادي الاهلي يقول لك خلاص طب نكمل. لا، الفكره في حته ان انت تستغل الموقف ده، يعني ما ساعات ربنا سبحانه وتعالى يعني بيسبب الاسباب عشان الناس تقرب من بعضها. هي فكره استغلت الموقف ما استغلتش، دي نقطه مهمه. يعني الفكره في حته ان انت موقف حصل وانا فوتته، لا، الموقف انا استغليته. النادي الاهلي النهارده الحمد لله، ان طبعا المهم ان احنا نطمن على مشجع نادي الاتحاد يعني اللي بقاله فتره. هو اعتقد طلع النهارده، كنت سامع كابتن هيثم السعيد وهو بيتكلم في هذا الامر، بيقول ان هو طلع النهارده. يعني ان شاء الله نتمنى له كل خير، نتمنى له الشفاء طبعا. واكيد وانا ببارك نادي الاتحاد ان هو على المستوى الفني لعب مباراه ممتازه جدا، ودي شيء جاي كمان ان احنا علاقات الانديه الجماهيريه تبقى كويسه ببعض. يعني احنا نستغل اي مواقف، دايما كنا دايما نقول نتمنى ان علاقه الانديه الجماهيريه ببعضها تبقى كويسه. والانديه الجماهيريه بكل امانه بكل امانه في الزمن ده انتوا يعني امانه محتاجين بعض. يعني مثلا النادي الاهلي، ما انت برضه اي نادي جماهيري يحب ان هو يرتبط بعلاقه طيبه مع النادي الاهلي. ليه؟ انه ممكن يساعدك، ممكن يبقى ظهر ليك في بعض الاوقات لما انت تحتاج، بدل ما انت تقعد تبقى متضايق وتقول كلام مش لطيف. اوكي، انا ممكن ما اردش عليك بس هبعد، لو في اي بيزنس هيجمعنا مش هنشتغل مع بعض، لان برضه الامور بينا مش حلوه. طب ليه؟ ما انت هتستفاد. يعني خلي بالك يا كابتن اسلام فعلا بجد والله، المتعصبين ممكن يضروا فريقهم من غير ما يعرفوا ان هم اصلا ما لهمش في القرار، بس اللي بياخد القرار بيتاثر بارائهم، ولو مشي وراهم للاسف ممكن النهارده تلاقي انديه كبيره واسمائها كبيره جدا جدا قعدنا ننصحها، قعدنا ننصح يا جماعه احترموا يعني اسماء البراندات، يا جماعه بلاش التصرفات الصبيانيه، يا جماعه الحاجات دي كلها بتؤثر. النهارده كره القدم اصبحت صناعه مش مجرد لعبه هوايه زي التسعينات، انك بتجيب لعيبه حريفه
وخلاص. لا، الموضوع بقى اكبر من كده. النهارده وانت ما احترمتش هذه المبادئ ممكن تلاقي ناديك بيحتل المركز، احد المراكز اللي بتهبط اخر الموسم، او ربما تلاقيه موجود في المركز الاخير. هل النهارده انت بفكرك ممكن تلحقه؟ مستحيل، مش تلحق حاجه خلاص. وبعد كده تبدا بقى تقعد تقول. يعني نشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب على هذه الخطوه، وبنبارك لمجلس اداره نادي الاتحاد السكندري بخاطر الاستاذ محمد مصالح بيفوز بالبطوله. هم امانه في المباراه، انا شفت المباراه، لا يستحقوا طبعا، مباراه حلوه قوي بصراحه. طيب خلينا بقى نروح للنواحي الفنيه شويه، ورايكم في استعاده النادي الاهلي ليه؟